اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ، حلقه حلوه ان شاء الله تعجبكم وهنعمل فيها بقيه وصفات العيد. مشرفني ومنورني شيف يوسف. الله يخليك، ده يعني انت اللي منوره دايما. ربنا يخليك. بنرحب بحضراتكم في ان شاء الله في رمضان. خلاص يعني انا الواحد حاسس ان رمضان جري طار. والله يعني طار. سبحان الله. كل سنه وانتم طيبين. ايه بتعمل لكم حاجات كلها بتاعت العيد اللي بتتقدم في العيد، وان شاء الله هكمل معاكم بكره وبعده وبعده ان شاء الله. هتعملي ايه دلوقتي؟ هعمل بيتشي فور، هعمل المعمول، وهعمل بسكوت النشادر. جميل. انا عايزه اقول حاجه بس، الحاجات دي والله سهله مش صعبه، الناس بتستصعب انها تعملها، ما بتتعمل قدامها هي ما بتاخدش دقايق. ما هو المشكله ممكن يكون متكاسلين. طب ياكلوا حاجه حلوه على الاقل. يعني هم بياكلوا ناكل في حاجه طعمها حلو. لا هو لا هو ممكن يكون في تكاسل، ممكن يكون في نوع من ال انا لسه هعمل الرهبه وهتعب نفسي وممكن تبوظ معايا، بس جربوا والله هتفرق كتير. يعني لو عملتوها مره هيبقى كل سنه تعملوا الحاجه دي بنفسكم في البيت ولو في كميه صغيره. بالظبط. ما ده انا بقوله يعني كيلو 2 كيلو كفايه قوي اصلا. كفايه جدا. ده في ناس بتعمل زي زمان ايام جدتي بقى الله يرحمها وجدودنا كلهم، تلاقينا كنا احنا صغيرين نقعد ننقش لهم الكحك. ده احنا كنا بنبوظ حاجات. كان عندنا طبليه عشان نعمل عليها البسكويت، المكنه اللي هي القديمه دي اللي حد فاكرها؟ مكنه اليدوي والعجوه، نقعد نعمل كل ما يطلعوا واحدتين يرصهم ناخدهم احنا نلعب بيهم ونبوظهم. فكان سبحان الله كانت ايام حلوه والله. وقبل العيد بشويه اسبوع كده بنقعد نبتدي نشتغل. عملت بسكويت ياسر ولا لسه؟ ولا هتشتري جاهز؟ ليه كده بس؟ لسه بنقول لسه بنقول ان شاء الله ان شاء الله هنعمل بيتي فور. البيتي فور ده طريقه امي الله يرحمها، وصفة مضمونة مليون مية. جميل. كانت على طول الله يرحمها تعملها، والناس كلها كانت بتحب البيتشي فور بتاعها. نعم. خلاص؟ سكر فيه قليل لأن احنا بنحط فيه مربى. مربى وفي شوكولاتة ساعات. فعلشان ما يبقاش مسكر قوي، علشان طعمه يبقى حلو معاكي. جميل. هنتكلم ازاي نخليه هش، ازاي ما نخليهوش ناشف، ازاي بيكون بيدوب في البوق. مقاديرنا ايه؟ كيلو دقيق بياخد 3/4 كيلو زبدة، ربع كيلو سكر ناعم، يعني كيلو دقيق ربع كيلو بس سكر ناعم. معلقه بيكنج باودر صغيره، فانيليا 7 بيضات. اوكي. خلاص يبقى كيلو دقيق 3/4 كيلو زبده، ربع كيلو سكر ناعم او سكر باودر ده او ده، معلقه بيكنج باودر صغيره، فانيليا 7 بيضات. جميل. اول حاجه لازم الزبده تبقى ساقعه شويه، ما اجيبهاش من الثلاجه على طول، اطلعها قبلها بنص ساعه. يعني بدرجه حراره المطبخ ولا ابرد شويه؟ ابرد سنه. ابرد شويه. أوكي. يعني بص تحس انها ساقعه بس متماسكه. ومتماسكه بس لما اضغط عليها تطرى في ايدي. لكن لو هي طلعتها من الثلاجه مهما ضغطت عليها هي جامده، هتفضل جامده. لا ده هي بصي اهي طريت في ايدي. يعني ممكن تكون درجه حرارتها، لو درجه الحراره العاديه 30 تكون درجه حرارتها 20 مثلا او 18 مثلا. اوكي. هبتدي اضرب الزبده. نجيب دول هنا بس علشان خاطر ايه ما يبقوش قدامنا. احنا بصوا مقطعينها مكعبات عشان تتخلط بسرعه. يا مها الو وطي التلفزيون يا مها. الو. ايوه حبيبي. لو سمحتي كنت عاوزه اسال طريقه عمل البسكوت بالقهوه، وهو اساسا في حاجه اسمها بسكوت بالقهوه او لا؟ في اللي هو بسكوت البن بالقهوه. عينيا الاثنين. عينيا حبيبتي. اوكي. حطيت الزبده صح؟ حطيت الزبده. هضربها. بص انا ما ضربتهاش مضرب، لا هضربها لوحدها الاول ضربتين. يعني عشان تفك شويه. هضربها شويه وبعدين هحط لها السكر وهي بتدفي. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، لسه كنا بنتكلم انا والشيف يسري قبل الهوا على ان الناس بتاكل الحاجات دي كتير قوي وبيجي لها تلبك معوي، وده غلط. ده غلط. وبرده يعني كل سنه ننصح خففوا يا جماعه وياكلوا عادي. طب دي طبيعه احنا ناكل، بس لازم نعرف ان الناس اللي مثلا كوليسترولها عالي ده ممكن يعمل لها مشكله. حاجه العيد كلها زبده وسمنه. فما ينفعش اعمل بوتي فور مثلا بالزيت عشان الكوليسترول. فلما اكل منه كتير هتعب. واللي عندهم سكر مثلا واللي عندهم سكر. بص السكر انا ممكن استعيد عن السكر الباودر ده بسكر الفاكهه. بس يكون نوع ينفع يدخل الفرن. اللي هو بيبقى مش عارف اسمه، بيسموه خالي من الاسبرتام تقريبا. لا خالي من الاسبرتام ده سكر صناعي. بص معلقه السكر العاديه 40 كالوري، سكر الفاكهه 16 كالوري، السكر الصناعي اللي خالي من الاسبرتام او في اسبرتام بيبقى 0 كالوري.
فبتاع الفاكهه ارحم بس كتير. بس اعتقد ان الخالي بيبقى افضل. لا انا بحب سكر فاكهه عن الخالي. ليه؟ لا سكر فاكهه ده موضوع تاني. انا بتكلم على السكر اللي هو اللي بتاع الدايت. طبعا خالي من الاسبرتام. طبعا اكيد. لان الاسبرتام ده للاسف ماده مسرطنه وده اللي بيخش الفرن. متهيألي في منه انواع بتدخل الفرن وفي انواع لا. سكر الفاكهه برده في منه انواع بتبقى مخصصه ان انا اعمل بيها كيكه مثلا. فاعمل بيها الشربات بتاع الكنافه. الواحد بقى خبره من كتر التعامل في الموضوع ده. يعني ما تيجي نفتح عياده. بس كده ايه ده؟ راح المشكله. دكتور ماجد. ام هنا. يا ام هنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا حبيبتي. كل اهل طنطا طيبين. لو سمحتي ممكن اسال على طريقه عمل البسبوسه؟ حضرتك انا لما بعملها بتبقى طالعه ناشفه كده من الفرن. حاضر من عينينا. هنجاوبك عليها. حاجة تانية؟ مين اللي بعد إذنك؟ حاضر من عينيا. حاجة تانية؟ سؤال تاني ولا حاجة؟ لا شكرا. طيب تحت أمرك وأنت طيبة وبخير وكل الشعب المصري والشعوب العربية. أنا بضربه. أنا ما استعملتش مضرب البيضة، أنا استعملت الكف عشان هكمل عليه. بضربه بسرعة عالية علشان يبقى خف، علشان يطرى معايا يبقى عامل زي الكريمة. هي دي مش ثابتة عشان خاطر السلك بس جاي تحتها، فده بيخليها تتهز. وبعدين فيها كمان قاعده البلاستيكيه ضاعت اللي بتمسكها تحت. هتندها. همسكها. لا هي البلاستيكيه تحت اللي بتخليها تهز كده. مش مشكله، احنا بنشتغل بكل الظروف. ما فيش اي مشكله يعني. بص ما انا عارف. هو لازم كل ما تضربه اكتر كل ما يفتح اكتر تلاقي لونه لون الزبده بيبيض. بيبيض. لونها يبيض. لون الزبده تلاقيه ابيض. نعم. هوطي درجه الخف اهديه يعني، وهبتدي احط بيضه بيضه. هحط الفانيليا الاول عشان ما احطش البيكنج باودر على انه فانيليا. وبعدين البيض. ليه بقى البيضه بيضه؟ علشان يمتزج كويس في الخليط عشان ما يفصلش معايا. ايوه. عايزه اقول لكم كمان حاجه، البيض طلعيه من الثلاجه برده قبلها بنص ساعه علشان برده ما يفصلش معايا. ياخد درجه حراره المطبخ. جميل. لازم نساعد كده اهو الخليط ان هو يمتزج. يبقى زي ما انتم شايفين موضوع البيضه بيضه علشان خاطر الزبده ما تفصلش. ايوه. عشان الزبده طالعه لوحدها والبيض لوحده والسكر لوحده. مره كنت بعمل هوا برضو كحك العيد، وحطيت السكر الباودر والخلاط كان بسرعه قوي، استحميت. كان مجدي معانا الله يمسيه بالخير. لونك ابيض بقى. كان يوم. والله كل سنه طبعا. طيب مجدي والله. مجدي كان من المخرجين الجمال اللي الواحد ما بينساهمش ابدا يعني. ما شاء الله. وروائي رائع. طبعا تعرفي ان دلوقتي نزل قصتين كبار يعني غير الاولانيه. لا ما اعرفش ان عمل واحده ثانيه. عمل واحده ثانيه روعه برضه. نكلمه بقى نقول له كل سنه طيب ونقول له مبروك عليها. لا لا وبجد ربنا يكرمه كده ويتمثله، لان الاثنين حلوين قوي. انا قريتهم. الاولانيه انا قريتها قوي. لا والثانيه حلوه برضه. هو مجدي ابن حلال بصراحه يستاهل كل خير حقيقي. خلاص دلوقتي مش هيعرفنا بقى. لا 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 لا. بص اهي ده لا يقلل طبعا من ان احنا عندنا مبدعين يعني برضو. بس يعني برضو احنا بنفتكر الناس الجميله بالخير يعني. كان عندنا طبعا مجموعه مخرجين روعه. انتقلوا في اماكن ثانيه واللي ربنا كرم وسافر وكده. بس بنذكر منهم مجدي وسامة. نذكر منهم اسامه. اسامه برضو. نذكر منهم محمد حسني. نذكر منهم عماد. مين تاني يا رب ذكرني؟ وياسر. ما يتخيرش عنهم كلهم. وياسر طبعا دول اساس. ربنا يخليك لينا. لا 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 بس دول كلهم طبعا يعتبروا تلامذه لضيا مع احترامي. تلامذه لوائل الجعبري. دول اللي احنا بدانا معاهم. أيوة. بقى. لا 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 بجد. لا ما احنا طالما بنذكر الناس كلها لازم نشكر كل المخرجين. ده في ناس انا بعتذر ان انا مش فاكرهم، بس طبعا من الناس الرائعه يعني. هحط بيكنج باودر وهبتدي برضو احط على الدقيق. احط الدقيق شويه شويه. طيب تاني هنذكركم هي حطت كميه الزبده
وبعدين حطيت معاها السكر اللون اتغير بقى لونها فاتح رجع اصفر من البيت. لا عشان ما تبهدلش الدنيا ويطلع لك زي ما حصل قبل كده. انا هديت هديتها اتعلمت بقى خلاص. اتعلمت. احط معلقه طبعا انا لو عايزه الونه بحط على نص الكميه دي 3 معالق كاكاو خام. لو يعني ممكن نشيل دي ونحط كاكاو. 3 معالق كاكاو خام مش كاكاو عادي. وممكن الونه لون احمر فوشيا اخضر احط نقطه. انا ما بعترفش بالالوان دي والله خالص بجد. ممكن يتحط في ناس بيحبوا الحاجات اللي لا بقى خلينا واقعيين. يعني انا دلوقتي اعمل غريبه احط فيها الوان خضراء وحمراء وزرقاء او في البيتيفور؟ لا 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 انا بصراحه بتحب الحاجات التقليديه من الطبيعه. الحاجات اللي تعودنا عليها. بس اللي عايز يلون طبعا ده لا ما بنقدرش على فكره حد. والولاد الزوار بس لازم اختار بقى لون صحي. ما اجيبش الالوان خصوصا الاحمر والاورنج اكتر لونين خطر. هو مين معانا؟ ام نور. ازيك يا ام نور؟ ازيك يا مدام ايه؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كل سنه وانتي طيبه. الحمد لله بالصحه والسلامه. لو سمحتي انا كنت سالت الشيف يوسف قبل كده على الكحك على البارد، عايز اعرف هو بيحط عليه سكر باودر بيكنج باودر ولا لا؟ على الكحك؟ وعايز اعرف طريقه. اللي هو على البارد. ممكن بيكنج باودر لكن سكر باودر لا. انت عايزه في العجينه سكر باودر يعني؟ انا قصدي في العجينه. اللي بصي الكحك من غير دايما عجينه الكحك ما بيتحطلهاش اي نوع من انواع السكر علشان تبقى مرمله معاكي وما يفصلش الرسمه. ما تبص منك ما بيتحطش مع الخميره. معلقه سكر مع الخميره بس. لكن مش هحط مقدار سكر لا باودر ولا غير باودر في العجينه بتاعت الكحك ما بتنفعش. طيب وعايزه اعرف برضه طريقه البسكوت اللي بيتعمل في الكيس الحلواني. هنعمله النهارده. انا عاملاه النهارده في كيس الحلواني عشان ناس كتير طلبت اني ما اعملهاش البسكوت بتاع المكنه. ان شاء الله. هو طبعا زي ما انتم عارفين ومعترفين ان كل انسان وكل واحد له طريقته في عمايل الحاجات. انا بكره هنعمل برضو كعك وان شاء الله ممكن نعمل حاجه ثانيه جنبيه بطريقه ممكن تكون فيها اختلاف بسيط بس كل واحد بياخد اللي هو اسهل له. طبعا. كل واحد بيعمل اللي هو عايز يتوافق معاه. أكيد. نعم. وبعدين عارف يا شيف يسري هي بتبقى راحة نفسية أو أنا مرتبطة ببني آدم معين بس أجري وراه بجري وراه بالظبط 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 وثقة الناس دي مريدين أهم حاجة. مريدين بيسموهم مريدين عارفة. لا والله حب الناس ده كنز بجد. طبعا طبعا الحمد لله ربنا يا رب يديمه علينا. يا رب آمين. أنا دايما بعترف وهفضل لغاية آخر يوم في حياتي أعترف ان اصحاب الفضل عليا هم مشاهدين. طبعا طبعا والله انا دايما بدعي لاولادي يا رب يحبب خلقه فيكم لان دي نقطه مهمه. طبعا طبعا انا عايزه اشوف والله لان دعوه الام بتفضل موجوده طول طبعاً. الحياه. بصوا العجينه طريه ما اقدرش اعملها وهي طريه قوي. ليه؟ هتسيح مني في الفرن. لازم العجينه تبقى معتدله متوسطه السمك. الطري قوي ده هي خلاص بقت عجينه بس لو انا عملتها طريه قوي كده هتبقى سايحه في الفرن. معانا مين؟ هدى. يا هدى خير. الو ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه مدام ايه. وانت طيبه حبيبتي يسري. وحضرتك طيبه. انا سعيده بيكم قوي وانتم مع بعض. الله ربنا يخليك. يعني عاملين هارموني حلو قوي وانتم مع بعض. يا روحي ربنا يخليك. عشره عمر بقى. طبعا اكيد اكيد. انا كنت بس ليا استفسار صغير حضرتك. امبارح الغريبه لما احطها في الفرن تبقى حراره كام والمده قد ايه؟ اوكي الغريبه في الفرن الحراره 180 او 170 كمان وبتحطيها لمده 10 دقائق مش اكتر او 9 دقائق عشان ما تلونش. ايوه مش لازم تلون ومش لازم تنشف. فانت هتعملي ايه؟ هتطلعيها هتحسي ان هي طريه استني عليها دقيقتين هتلاقيها خلاص مسكت. لان دايما الناس بتفتكر البسكوت طري ومحتاج اي نوع من المخبوزات الكوكيز والبسكوت حتى الفيتشي فور وهو سخن هتلاقيه طري بيبقى طري وهو سخن. اول ما يبرد خلاص بياخد الشيب الملمس والشكل كمان اللي هو الكثافه اللي انتوا عايزينها. فدايما لما الحاجه تطلع هتبقى سخنه ما تقلقيش. طيب نرجع تاني للبيتي فور. هي بتعمل بيتي فور دلوقتي على طريقه مامتها الله يرحمها. يا رب انا دلوقتي
حق. بس انت عارفه انا بيعجبني فيكي دايما ايه؟ ان انت بتذكري اهلك بالخير دايما. الحمد لله. يعني في ناس كل ما تيجي الذكرى بتفتكر والدتك عملت كذا، حماتك بتعمل كذا. الحمد لله. بص حماتي والله زي امي يعني، الله يمسيها بالخير طبعا. والله العظيم انا مش عايزه اقول كده عشان ايه، مش عشان حاجه، ما فيش حلقه بتفوتها لي. وبص سال احمد، يعني احمد هو بيروح معايا دايما، لازم تكلمني بعد الحلقه في البرنامج ده او اي برنامج تاني عملته، لازم طنط بتقول لي انا بدل مامتك لازم احسسك اني انا مهتمه. فهي حبيبتي ربنا يمسيها بالخير ويخليها لنا، لازم تكلمني وانا بروح. تعرفي هقول لك حاجه، ان اساسي لازم حد يقول لك ملحوظات طبعا في انت عملت كذا، لا كان واجب يحصل كذا، كان انا يوميا في الموضوع ده. بس انا بقى ايه يعني، الله يرحمها حماتي والله يرحمها والدتي، القائمه بالاعمال حاليا المدام مرادك بقى ربنا يخليها. واكيد بنوتك برضه عشان انت كمان عندك عشان بنت اعلاميه. عارفه لو الورقه معموله كده تقول انت واقف مش هاخد بالك ان الورقه كله. لا بس دي حاجه حلوه. يا ام كريم. الو الو معاكي. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيك يا ام كريم، كل سنه طيبه. وطي التلفزيون شويه. وطي التلفزيون يا كريم. حاضر حاضر. اتفضلي حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا عمي، نشوف كل سنه طيبين. وحالتك طيبه. عينينا ليك. معلش احنا عايزين درس الفيتفور بس، عايزينها بالكوبايات معلش. الكوبايات ما هو كيلو دقيق، كيس كيلو وربع كيلو السكر ماشي. هعيل لك دلوقتي السكر البودره، ممكن يا احمد نعمل ربع يعني كيلو سكر بودره حوالي. لا السكر البودره غير السكر العادي. انا مش هو فاكر. تقريبا بيعمل هعيله لك دلوقتي حالا وهقول لك. الكوبايه تعملها تقريبا 160 جرام تقريبا. هي عايزه بالكوبايه. انا ربع كيلو يعني 250 جرام. هنعايرها. هنعايرها دلوقتي واقولها لك، لان هو كيلو بياخد ربع كيلو سكر، سبع بيضات، وثلاث اربع كيلو زبده، يعني انت هتشتري ثلاث اربع كيلو على بعضه. هو فاضل لك السكر بودره، عينيا هعايره لك دلوقتي حالا. يبقى العجينه بص شيف يسري، بص متوسطه السمك. وحتى لو في البدايه بتبقى لزجه شويه، كل ما هنسيبها ترتاح هتبقى مش هتلزق في الايدين. ايوه ما هياش طريه قوي اهي، بصوا اهي اهي، وما بتلزقش في صباعي اهي. دي معناها ان هي كده خلاص بقت جاهزه ان انا اشكلها. انا بشكلها في كيس الحلواني، ما بشكلهاش في ممكن الكيس. يا احمد لو سمحت في مكنه عاملينها جديده، في مكنه بس انا بالنسبه لنا احنا عشان خاطر بنشتغل اسرع. وبعدين العجينه دي طريه عن البيتي فور الناشف بتاع المكنه، مش محتاجه مكنه بصراحه يعني. اهو احمد مجهزها بصراحه اهو، فهحط شويه ونشكلها. هنعملها وردات برده، حاجه مهمه، يا اما سيليكون يا اما ورق زبده تحت اي بسكوت وهو في الصاج، لان بيفرق كتير جدا في ايه، في الخبز لما اجي اشيله. نعم. العجينه قوامها حلو وان شاء الله تبقى كويسه معاكم يعني. وزي ما قلنا هنشيل ثلاث معالق دقيق ونحط على نص الكميه، يعني لو الكميه كلها عايزه الونها شوكولاته هشيل ست معالق، لو نص الكميه عشان تبقى نصها ابيض ونصها بني. ثلاث معالق، وهحط ثلاث معالق بدلها كاكاو خام، مش كاكاو عادي، لان الكاكاو العادي مش هيلون ومش هيديني طعم. كاكاو اللي هو اللي ما فيهوش سكر يعني. مش الكاكاو اللي احنا بنشتريه عشان نشربه. ربع كيلو. شوف لي بقى كام كوبايه هعملهم. اوزن عايرهم كده بالكوبايه. هي عايزه بالكوبايه، الكوبايه طبعا اللي تعايري بيها اللي هي 250 مللي او 240 هو مللي. اصل في ناس يعني، بس عشان نقول موضوع الكب ده، الاستاندر في العالم لازم يكون ربع لتر سائل. ربع لتر سائل، يعني هي كانت بتقول 250 مللي، 250 مللي دول اللي هم ربع لتر. اهي كده اهو. ايوه هي عايزه ترتاح. العجينه لازم ترتاح يا جماعه شويه، على الاقل ربع ساعه. بس كل ما ترتاح اكتر تطلع معانا. أيوة. اسهل بكتير. ممكن ايدك هتبقى اجمد مني. ربع ساعه كل ما لما ترتاح بقى هتعمل معاكي ان هي. بص اهو هو ما شاء الله طبعا ايده اجمد من ايدي، فايه طبعا لما ترتاح معاكي ربع بس ساعة. لازم تعملوا فرق في العجينه كل يعني، ما تخلوش جنب بعض عشان هي بتفرش سنه صغيره، عشان ما تلزقش في بعضها وتلاقي البسكوتات في الاخر لازقه في بعضها. حلوه. ممكن تجيبها لنا ياسر من فوق؟
ايوه هنعملها وردات. ممكن تعمليها طويله؟ ممكن نعملها لها طويله اهو كده. معنا التليفون يا كريم. كريم بص لو طلعت طويله معاك وبطلت اضغطوا عليها ضغطه صغيره. وهي كمان هتفرش لوحدها. يا كريم الوردات احلى متهيألي. الو يا كريم. ايوه مساء الخير. اهلا وسهلا ازيك. الو كريم معاك من البحيره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا كريم. ازيك يا كريم؟ كل سنه طيب وانت طيب. وحضرتك طيب؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. منورين الشاشه. ربنا يخليك. هي قاعده تسال على البسكوت ده في النادي بتاعت البسكوت. ايوه حبيبتي. اختي معاك يا كريم. ماشي. الو الو. ايوه حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا قمر. ايوه حبيبتي. وطي التلفزيون بس. الو خط قطع تاني. خط قطع ياسر. طيب معلش. زي يبقى كده السكر الباودر الربع كيلو اللي موجود جوه البتيفور كوبايه وثلاث ارباع. كوبايه وثلاث ارباع. عرفتي بقى؟ يبقى احنا المقدار بتاعنا كيلو دقيق هياخد كوبايه وثلاث ارباع كوبايه سكر بودره عشان نعمل البتيفور. جميل. خلاص معانا وقت يا ياسر قبل الهوا ولا هنطلع هوا؟ قبل الفاصل. قبل الفاصل. صح الصيام بقى. رمضان كريم. بصوا بقى طيب. هسخن الفرن، الفرن لازم يكون سخن، ما ينفعش ادخله فرن بارد، هيفرش معايا والدقشه هتسيح ومش هيبقى بيتي فور، هبقى انا ضيعت تعبي ضيعت الفلوس. لان على بال ما درجه الحراره توصل هتسيح البيتي فور. هو اللي بيحصل ايه؟ فرن ما بيبقى سخن بتدخلي اي بسكوته فيها شكل، حتى لو كوكيز مالهاش شكل هتلاقيها فرشت قوي، لما يبقى الفرن سخن بياخد صدمه حراريه بيمسك، يعني الطبقه بتتغلف. بالظبط زي ما بحط مثلا فرخه على النار حراره عاليه حته الصدر الفرخه بيشمع من تحت. نفس الحكايه بالنسبه للفرن، لما ادخله الفرن سخن الحراره بتروح ماسكاه في نفسه بحيث يشمع من بره ما يفرش، تفضل الرسم بقى حلوه ومن جوه يبقى طري. ايوه بالظبط. وبعد كده اهو درجه الحراره بقى هي اللي بتحكمني من جوه يبقى ناشف ولا زي الحجر ولا طعمه حلو. يبقى درجه الحراره وتسخين الفرن في فرق بين دي وبين دي. اصل احنا نقول فرن سخن ونحن معلينه على الاخر. لا لا درجه يعني هنسخنه بنفس درجه الحراره اللي انا هدخل فيه تسخين درجه الحراره بس يعني 180 يبقى 180 بالزبط. يتسخن على 180. خلاص. وبعدين لما بطلعهم بحط لهم مربى ونلزقهم في بعض. هنرجع نعملهم قدامكم ان شاء الله. بعد ما نرجع من الفاصل هنروح لفاصل. استنونا. رجعنا من جديد. عملنا البيتي فور قبل الهوا وهنعمل لكم دلوقتي معمول السميد. احنا عايزين نطلع حتى البيتي فور. عايز يبقى نجيب البيتي فور الجاهز ده الجاهز. اللي احنا عاملينه يعني مش يعني احنا مجهزينه. مجهزينه قبل الهوا. وهنجيب دلوقتي كمان اللي هو مستوي ونوريكم بنلزقه ازاي. اوكي. هنعمل مربى اهو. احمد سليم اهو اهو. ايوه. بص الورده بتنزل ازاي. بص يا ياسر هات لنا. بصوا ازاي بتفرش بتفرش اهي. بص وادي الشوكليت. لو انا ما استعملتش كاكاو خام عمره ما هيديني اللون ده، هيديني لون فاتح ماسخ بصراحه. وهيزود يعني. لو هو في سكر هيزود كميه السكر تفرش اكتر. فهي كده اهو. وبنلزق بقى، ممكن نلزق اتنين بيض مع بعض او واحده بيضه وواحده شوكولاته مع بعض يعني بشويه مربنات. ممكن يخلوا الولاد هم يشاركوهم. أيوة. بقى عمليه اللزق دي بتبقى فرحه كبيره. دي احلى حاجه اهي كده اهو. بس بصي انا عايزه اقول لك حاجه نسيت اقولها قبل ما الزق دي. اديني عملنا واحده، هعمل واحده ثانيه ياسر بس عشان ياخدوا بالهم من حاجه. باجي احط المربى احطها في النص، ما املاهاش مربى عشان ما تخرجش من الاطراف، علشان ما الاقيهاش شلفطت لي شكلها ما تبقاش حلو اهي. عارف انا ممكن نلزقهم ايه لو ما لقيتش مربى عندي؟ شربات الكنافه. سيرب تقيل. او عسل ابيض. او عسل ابيض بس العسل ما بقاش طعمه حلو مع البيتي فور قوي يعني. كده اهو نقطه. واروح حتى مثلا جوز هند. جوز هند. ممكن اعمل نقطه واحط فارماسيل زي ما انتوا عايزين.
ممكن اغطسه في شوكولاته بيضاء، شوكولاته بيضاء، شوكولاته بني، اي حاجه. بصوا يعني اي شكل انتوا عايزينه بنعمله. جميل. مجرد ديكوريشن نشتغل بيه بحيث ايه يبقى شكله حلو، وزي ما الشيف يسري قال احنا ممكن الولاد الصغيره يساعدونا في الموضوع حاجة ده. حاجه زي كده.